طبعا يا احمد، مساء الخير عليكم، مساء الخير على حضراتكم. واحنا فعلا بنتكلم على اهم نهائي في تاريخ دوري ابطال افريقيا، مش بس عشان الاهلي والزمالك والاثنين من بلد واحده واول مره يتقابلوا في النهائي، ولكن كمان احنا بنتكلم على الاهلي الاكثر تتويجا بالبطوله طبعا 8 مرات والزمالك في المركز الثاني. طبعا حلم كبير جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وهو ده اللي التركيز عليه كله من اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره اللي مش بيبخل باي مجهود علشان اللعيبه توصل في افضل صوره في المباراه دي.